السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله يومكم متابعينا الكرام بكل خير. إذن متابعينا الكرام، ما زلنا نرصد وما زالت جميع النماذج العالمية لأحوال الطقس ترصد منخفض قوي بحول الله تعالى سيكون قطبي. أما متابعينا الكرام، أحوال الطقس في الجزائر ستكون بحول الله تعالى شتوية بامتياز على كل المناطق الشرقية الوسطى والغربية. إذن حالة من عدم الاستقرار ستعرفها الجزائر ابتداء من يوم الاثنين 18 شهر مارس إلى غاية يوم الجمعة 22 من شهر مارس. لحد الآن النموذج الأوروبي متابعينا الكرام يرصد لنا ثلوج على مستوى متوسط متابعينا الكرام وعلى علو 800 متر، وإن توفرت الرطوبة ستكون ثلوج كثيفة بحول الله تعالى. سمك الثلوج لحد الآن على الكثير من المناطق الشرقية سيكون 20 سنتيمتر بحول الله تعالى حسب ما جاء في تحديثات لنهار اليوم. سنوفيكم متابعينا الكرام بالمناطق المعنية بالثلوج الكثيفة بالإضافة إلى علو تساقط الثلوج في البث المباشر لسهرة اليوم وسهرة يوم الغد. فقط كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.